بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام واهلا وسهلا بكم. وهذا البرنامج الخاص واللقاء الخاص مع معالي وزير الصحة الأستاذ الدكتور صالح الحسناوي. اليوم في هذا اللقاء ستكون هناك مجموعة من التساؤلات التي تدور لدى المواطن العراقي. لنرحب أجمل ترحيب لمعالي الوزير. مرحبا بك أجمل ترحيب. أهلا ومرحبا وسهلا. معالي الوزير، كل وزير يستوزر وزارة نسأل هذا السؤال: كيف وجد معالي وزير الصحة الواقع الصحي في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لحضرتك ولقناة الأيام، والشكر موصول للسادة المشاهدين. في حقيقة الأمر، وزارة الصحة في عام 2022 عانت من مشاكل كبيرة، وعلى رأس هذه المشاكل هو غياب تمويل. كون وزارة الصحة ودوائر الصحة بموجب قانون المحافظات مرتبطة بالمحافظات، لكن بعد إصدار قانون الضمان الصحي الذي فك ارتباط هذه الدوائر من المحافظات وربطها في مركز الوزارة، ونتيجة لغياب قانون الموازنة فتم فك الارتباط الإداري ولم يتم فك الارتباط المالي، فبقيت الوزارة والدوائر بدون موازنة تشغيلية، وهذا أثر تأثيرا كبيرا على أداء وزارة الصحة، بحيث لأول مرة أعتقد في تاريخ الوزارة أنه تغذية المرضى كانت ما موجودة. تغذية المرضى اللي هي جزء أساسي كانت موجودة. هناك مشكلة كبيرة في الأدوية، هناك مشكلة كبيرة في المستلزمات الطبية، هناك مشكلة كبيرة في الأجهزة التي تحتاج إلى صيانة، هناك مشكلة كبيرة في صيانة المباني، مباني قديمة متهالكة حتى صيانتها الدورية، هناك مشاكل كبيرة في شركات التنظيف لعدم وجود موازنة. مجمل واقع وزارة الصحة في عام 2022 كان واقع صعب جدا. هذا لا يعني أن هناك نجاحات، عمليات جراحية جيدة متميزة، أطباء ملتزمين، ممرضين جيدين، كوادر جيدة، لكنه بصورة عامة هذه الصورة. فالواقع ما كان مسر بالحقيقة. وفي بداية الاستيزار السيد السوداني رئيس وزراء، أول وزارة زارها هي وزارة الصحة، والتقى بالكادر المتقدم لوزارة الصحة، استعرضنا هذه المشاكل، استعرضنا آفاق المستقبل، والحقيقة بدينا بناء على هذا التحليل للواقع الموجود بدينا بخطة، خطة واقعية تشمل انتشال، بداية انتشال واقع وزارة الصحة والعودة به إلى الوضع الطبيعي، ومن ثم الاستمرار إلى الأمام وتحقيق بعض المنجزات. هذا هو واقع وزارة الصحة عندما وجدناها، عندما جئنا الوزارة وجدناها هكذا. أحسنتم. أكيد كل هذه المعوقات ضمنت في المنهج الحكومي، يعني بصراحة وفق هذا التردي الواقع الصحي، يعني مدى تطبيقه وفق المنهج الحكومي؟ يعني البرنامج الحكومي أخذ أولويات، وهذه الأولويات هي أولويات الحكومة، ولكن هناك أيضا منهاج وزاري اللي هو الجزء اليومي من عمل الوزارة. يعني المنهاج الحكومي تضمن خمس مفردات رئيسية. الأولى هو إكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة، وهناك لجنة للأمر الديواني مشكلة منذ عام 2019، لجنة الأمر الديواني 45 برئاسة وزير التخطيط وعضوية عدد من الوزراء واستشاريين ومهندسين. عملها الأساسي هو تسريع إنجاز المشاريع المتلكئة ومن ضمنها المستشفيات. فأحد نقاط البرنامج الحكومي هو تسريع إنجاز هذه المستشفيات، وإن شاء الله إحنا الأسبوع الثاني من الشهر الثالث نستلم مستشفى البصرة، والمفروض في بداية الشهر السادس نستلم مستشفى ميسان، وهذه المستشفيات هي المستشفيات الكبيرة بالعراق بسعة 492 سرير بأجهزة حديثة، مستشفى متطور مجهز بكافة الأجهزة الطبية الحديثة. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، هذه المستشفيات الاثنين ومستشفيات أربعة غيرها بنفس السعة وبمساحة 70,000 متر مربع، هذه المستشفيات بحاجة إلى إدارة حديثة. فالفقرة الثانية بالمنهاج الحكومي المتعلق بوزارة الصحة هو إدارة هذه المستشفيات من قبل شركات. احنا الآن تقريبا أكملنا متطلبات هذا
المشروع تقريبا 80%. عدينا المواصفات، عدينا ماذا نريد، وبقت عندنا فقره واحده هو الاستعانه بمكتب استشاري لتحديد طبيعه العقد. هذا التعاقد تعاقد دولي مع شركات دوليه لاول مره يصير بالعراق، فنحن بحاجه الى مكتب استشاري يدقق لنا اولا بنود العقد ويضع لنا بنود العقد، خلي اسميها المثاليه اللي قابله ايضا للتطبيق وايضا تكون ضمن القوانين العراقيه، تاخذ بنظر الاعتبار انه هذا الموضوع لاول مره يطبق بالعراق. هذه الفقره الثانيه من البرنامج الحكومي. الفقره الثالثه من البرنامج الحكومي هي المراكز التخصصيه، واولا مراكز سرطانيه. احنا ابتدأنا الحقيقه تحضيرات لانجاز هذا البرنامج الحكومي. هناك 6 محافظات بحاجه الى مراكز سرطانيه اشعاعيه غير متوفره بها، اللي هي دياله، كركوك، سماوه، ديوانيه، الموصل، صلاح الدين. البقيه بها. هاي المحافظات اعلنا الان، احنا قبل 21 يوم اعلنا بمناقصه خاصه لهذه المحافظات بتجهيزها باجهزه اشعاعيه حديثه ومتطوره. مشينا الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه بالبرنامج في المحافظات الاخرى، هناك بعض المحافظات تحتاج الى تعزيز بجهاز واحد حتى يصبح عدد الاجهزه كافي، وبعضها تحتاج الى تطوير الاجهزه القديمه اللي موجوده، ايضا قسم منها باشرنا بتطويرها وقسم منها اعلنت للاحاله وقسم منها تم توقيع العقود. مشروع النقطة الثالثة في هذا المشروع هو الأدوية السرطانية. احنا جادين هذه المرة بتغطية احتياجات المواطنين من الأدوية السرطانية، وأعلناها مبكرا. كل سنة يتم الإعلان في الشهر الرابع، حسنا تم الإعلان في شهر الواحد، وهذا أيضا خطوة الأمام. ما ينطبق على المراكز السرطانية ينطبق على المراكز القلبية. الآن خلال هذه 100 يوم تم تنصيب 6 أجهزة لقسطرة القلب في مستشفيات متعددة، وهناك 8 أجهزة أكثر تعقيداً وأكثر حداثة في طريقها إلى الوصول، وسوف يتم تنصيبها في مستشفيات أخرى. المستلزمات القلبية أفرد لها برنامج خاص ضمن الشركة العامة للأدوية لغرض استيرادها، الأدوية القلبية كذلك. هناك مستشفى ابن البيطار اللي يمثل المركز الرئيسي في بناية جديدة، هذه البناية بحاجة إلى تجهيز كامل ب30 جهاز. أعلنت المناقصة الأولى، ما كانت الأجهزة مستوفية للشروط. المناقصة الثانية الآن قيد الدراسة، نتوقع إذا صارت الأمور بشكل طبيعي منا إلى 3 أشهر يتم تجهيز هذه المستشفى، هذه البناية، وبالتالي هي 6 صالات عمليات حديثة، بالتالي سوف يتم تقديم خدمات أيضا إضافية في قضية مراكز القلب. الفقرة الثالثة ضمن المشاريع التخصصية هو مشاريع الديلزة، غسل الكلى. الوزارة جادة بتوسيع مراكز غسل الكلى على كل العراق، والآن بدينا بالأقضية، قبل في مراكز المحافظات، الآن بدينا بالأقضية. نتوقع عند إقرار الموازنة لدينا احتياجات بسيطة لكل مركز قد تصل 200 إلى 600 مليون دينار. عند أطلاق الموازنة نكمل هذه الاحتياجات والنواقص، وبعدها عدد غير قليل من هذه المراكز تطلع. هذه الفقرة الثالثة من البرنامج الحكومي. الرابعة هي الضمان الصحي. الضمان الصحي الحقيقة هو شرع في 21/2/2021، المفروض يدخل في شهر الثامن عام 2021 حيز النفاذ، لم يدخل قانون حيز النفاذ لغاية الآن. وعندما جئنا إلى الوزارة وجدنا أن هناك قضية في المحكمة الاتحادية، إضافة إلى تلكؤ هيئة الضمان الصحي في عملها، ولحد هذه اللحظة المحكمة الاتحادية لم تحسم القرار بخصوص المواد المطعوم فيها من قبل أحد المواطنين المتعلقة بقانون ضمان الصحي. لكن مع ذلك احنا مشينا بخطوات، من هذه الخطوات أصدرنا تعليمات لتسهيل تنفيذ القانون وارسلناها إلى مجلس الدولة. أكملنا متطلبات المتعلقة بالمستشفيات، قائمة الأدوية، طريقة التعاقد مع الأطباء، والأمور الأخرى المتعلقة بالتحضيرات للضمان الصحي. الآن احنا في طور إعداد المسودة النهائية لمتطلبات الربط الإلكتروني للبرنامج، وهناك لجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لجنة الأمر الديواني 22، المفروض يوم 20/2 غدا تكمل المتطلبات، بعدها تعلن وزارة الصحة، توجه الدعوات المباشرة للشركات المعنية بالربط الإلكتروني لشبكة الضمان الصحي. أعتقد خلال 2 أو 3 شهور هذه ممكن أن تنجز. البوابة الإلكترونية لتسجيل المواطنين
ضمن بوابة أور تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء مركز البيانات مفتوحة للتسجيل، والمواطنين الراغبين بالتسجيل ممكن أن يسجلون. أعتقد أنتم مع الوزير أخذتوا يعني عدد يعني تجريبي. أسأجيك. إحنا شملنا لحد هذه المرحلة الأولى بناء على التعليمات اللي وجهناها لمجلس الدولة 300 ألف مواطن، 100 ألف من الرعاية الاجتماعية وصلتنا أسماءهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، متعاونة جدا، أسماءهم معاواني وعناوينهم. نحتاج معلومات أخرى. الآن إحنا مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عمل جاد، مجموع اللي أرسلهم حدود 98,999 تقريبا، وهو عدد ممتاز. هؤلاء المشمولين بالرعاية الاجتماعية سوف تتولى الدولة 99% من قيمة الخدمات تدفعها الدولة، وهم معفين من الاشتراك ورسوم الاشتراك، والخدمات اللي يتلقوها يتلقوها بالقطاع الخاص، ويتلقوها أيضا في الأجنحة الخاصة مستشفيات الحكومية. ونشمل نحتاج بعد بحدود 150 ألف من الموظفين وعوائلهم، يعني بحدود 50 ألف موظف، 40 ألف موظف، حيث هم وعوائلهم يصيرون 150 ألف. من بكرة، من يوم الأربعاء عفوا، يوم 21-22 تبدأ الفرق الخاصة بالضمان الصحي تذهب إلى الوزارات لغرض إكمال متطلبات التسجيل. أكملنا هذه المتطلبات، وأيضا أكملنا الربط الإلكتروني، نكون جاهزين إحنا في الشهر السابع أو الثامن بالتشغيل التجريبي ل 300 ألف مواطن. خلينا رجم معين، وقت معين للتجريبي حتى ينطلق بشكل عام. المفروض النصف الثاني من هذه السنة. المفروض النصف الثاني من هذه السنة، والتشغيل التجريبي لمدة 6 أشهر فقط. خلال هذه 6 أشهر راح نشوف شنو نقاط القوة وشنو نقاط الضعف، ونحاول أن نعالج نقاط الضعف. المفروض بالقانون كل المواطنين يشملون دفعة واحدة. طبعاً. قلنا من الصعب جدا أن 32 مليون، فبالنتيجة مشينا بهذه، وهذه أيضا هذه الخطوة حصلنا على مباركة المحكمة الاتحادية بها، واعتبرناها تسهيل لتنفيذ هذا القانون. ممتاز. هذه المادة الرابعة بالبرنامج الحكومي. الخامسة هو تغطية الخدمات الصحية الأولية والثانوية من خلال برامج الرعاية الصحية الأولية، الرعاية الصحية الأولية المعتمدة على طب الأسرة، رفع نسبة التغطية باللقاحات، توفير الأدوية والمستلزمات بالمستشفيات والمراكز الصحية. هذه هي بنود البرنامج الحكومي. بنود البرنامج الوزاري أكثر شمولاً، تتعلق بتنظيم العمل داخل الوزارة، الدراسات العليا، تدخل بالتفاصيل، هذه تفاصيل. صح. الأدوية كيفية استيرادها، تغيير اللجان، تغيير الإدارات، الأنظمة الجديدة بالأدوية، الأنظمة الجديدة بالمستلزمات، الضوابط. هذا البرنامج الوزاري اليومي اللي هو يمشي بالتناغم مع البرنامج الحكومي. جيد، أحسنتم مع الوزير. طبعا هذا التفصيل الكبير، ودعيتك أن تسترسل بالإجابة، كون هاي معلومات مهمة بصراحة، الناس ما مطلع ممكن على المنهاج الحكومي. أكو سؤال واي ناس تسأل قضية المخدرات، ما هو دور وزارة الصحة؟ هو نعرف هذا الملف هو متواصل مع أو متشابك مع وزارة الداخلية، لكن وزارة الصحة دور مهم جدا، عملية التوعية أيضا، عملية آلاف الأطنان من المواد المخدرة. كيف تعاملت وزارة الصحة مع هذا الملف؟ الحقيقة موضوع المخدرات يحكمها قانون المخدرات لعام 2017، وهناك اللجنة العليا لمكافحة المخدرات اللي برئاسة وزير الصحة وعضوية وكيل وزير الداخلية وعدد من وكلاء الوزارات وكافة الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية، رياضة والشباب، تربية، التعليم العالي، العمل والشؤون الاجتماعية، حقوق الإنسان، كلهم ضمن هذه اللجنة. وزارة الصحة معنية بالوقاية والعلاج وإعادة تأهيل المدمنين أو ضحايا الإدمان، قضايا المتعلقة بضبط الحدود ومتابعة شبكات المخدرات، ولا معلومات تتعلق بوزارة الداخلية، والتعاون الدولي والإقليمي بين وزارة الداخلية ودول الجوار. ما يتعلق بنا بوزارة الصحة، اجتماعات اللجنة العليا مستمرة. لأول مرة منذ عدد غير قليل من السنوات نتلف كمية مخدرات 5 أطنان و900 كيلو، 5 أطنان و900 كيلو من المواد المخدرة، ملايين الحبوب اللي هي الكبتاغون وغيرها، من الشرابات ومن الفيالات وغيرها، أتلفناها وهذه لأول مرة. هالأسبوع عندنا إتلاف بمحافظة النجف، بعد أسبوع عندنا إتلاف بمحافظة البصرة، وأيضا بنفس طريقة مستشفى الكاظمية أهلنا مركز للإدمان اللي هو فندق القناة، وهذا لأول مرة أن يكون مركز متخصص بعلاج حالات
الإدمان وضحايا الإدمان في العراق. أعتقد فتحته قبل فترة. فتحنا قبل فترة، فترة إنجازة أيضا أقل الشهرين. أقل شهرين؟ نعم، عمل متواصل، ثلاث وجبات يعملون العمال. الآن إحنا الكوادر الطبية والصحية والتمريضية والنفسية بدينا ننسبها إلى هذا المركز، دورات التدريبية نتوقع خلال شهر إن شاء الله نبدأ أنه ندخل مرضى في هذا المركز. ممتاز. الوقاية قضية مهمة جدا، الإعلام قضية مهمة جدا، هذا ما فعلته وزارة الصحة بمجال المخدرات. طبعا مع الوزير يعني أشر المخرج يقول لي يعني فاصل، أوقف الفاصل ما راح فاصل، يعني كون جوابك بسؤال أيضا مع الوزير تفضلت وقلت بأنه عملية إحنا طبعا في الكاظمية، طبعا المشاهدين الكرام اللي يشاهد الحلقة اليوم إحنا في مستشفى الكاظمية، زار معالي دولة رئيس الوزراء وأمر بتأهيله بفترة طاهم شهر، لكنتم بأقل شهر تم إعادة تأهيله. وده تقول لي هسه القناة أو إعادة تأهيل القناة خاص بأصحاب المخدرات وتأهيلهم بفترة وجيزة، الناس راح تتساءل تقول معقولة يعني هيج دولة وعندها هيج إمكانيات بفترة أقل، العدوى كانت طبعاً إذا توفرت النية والإرادة والعزم ممكن أن تحقق كل شيء. طبعاً دولة رئيس الوزراء من زار المستشفى شاف الواقع، وهذا الواقع هذه الحكومة غير مسؤولة عنه، وبناء على مشاهدة لواقع هذه المستشفى صارت مداولات وتم التوجيه بتأهيل هذه المستشفى، إعادة تأهيل على المستشفى. تعرف هذه المستشفى من بنايتين، هذه بناية ومجاورها بناية أخرى، عملية تأهيلها راح تكون شوي أسهل من المستشفيات اللي ما مبنية على شكل طبعا. بنايتين. فتم تفريغ هذه يعني هذه الجهة من البناية، واستمر العمل لثلاث وجبات بما فيها أيام العطل، بما فيها أيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية، وكان عمل متواصل. الكادر الهندسي الخاص بدائرة صحة الكرخ والمستشفى متواجد، الكادر الهندسي بوزارة الصحة متواجد، مدراء عامين، وكلاء وزراء، احنا كنا نتابعها وزيارات متعددة، والحمد لله والشكر التأهيل كان على مستوى جيد. الآن الجهة الثانية، الجهة الثانية شوية فترتها أكثر، لأن بها صالات عمليات، وصالات العمليات بها مواد استيرادية، فمو كان الشهر راح تصير بحدود 50 يوم إلى شهرين، لأنه مواد استيرادية وعملية جلبها من خارج العراق شوية تطول المدة. أنا أريد من خلال برنامجكم أوجه رسالة للمواطنين أنه من تتأهل المستشفى بهذا الشكل المفروض المواطنين أيضا يساعدون هذه الجهات الصحية بالحفاظ على هذه المنشأة. ما معقول أن نجي نشوف إحنا الحياطين اللي استوها مصبوغة عليها أثار مال إيدين أو ضربات، أو نشوف مثلا أعقاب السجائر أنه موجودة على الأرضية وغيرها. هذه ثقافة مجتمع، إحنا إذا نبقى بهذه الطريقة عين أهلها ورا ست شهور نجي نأهلها وهكذا، فيحتاج لنا تعاون من المجتمع وخاصة بالمستشفيات. أعداد المرافقين يجب أن تقل، هي مستشفى مو للزيارة، زيارة المريض وعيادته في البيت. إحنا الزيارات تصير بالمستشفى أعداد كبيرة، عدم الاهتمام بنظافة المستشفى، رمي الأوساخ إلى آخره، هذا أيضا يحتاج من المواطنين حتى نحافظ على حيوية وجمالية هذه المستشفيات. أحسد مع الوزير فعلا، يعني أنا شاهد عيان زرت في مدينة الطب وجدت قبل فترة طبعا بالديلزة ناس فارشين وجايبين أكل، وطبعا هم مواد كيميائية، أكو يحتاج إلى يعني توعية أكثر مع يعني من قبل وزارة الصحة، وإن شاء الله شعبنا واعي أكيد راح يأخذ على السعادة إن شاء الله. مع الوزير نذهب فاصل ونتمنى لكم مشاهدين الكرام فاصل، ونتمنى لكم لقائنا الخاص مع معالي وزير الصحة الأستاذ الدكتور صالح الحسنوي.
عودة أخرى مشاهدينا الكرام مع لقائنا اليوم واللقاء الخاص مع معالي وزير الصحه الأستاذ الدكتور صالح الحسناوي. معالي الوزير، كيماتيا، الكثير من الناس تسأل عن هذا الملف الكبير، يعني أنا ناقل المعلومة يعني بصراحة ما أعرف تفاصيلها، لكن الناس تقول أو المختصين يقولون فساد كبير في وزارة الصحة في موضوع كيماديا. شنو هذا الموضوع؟ كيماديا هي الشركة العامة لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، وكيماديا هي الجهة التعاقدية في مجال الأدوية والمستلزمات لوزارة الصحة. التمويل هو تمويل وزارة الصحة، الموازنة هي موازنة الوزارة، ولكن الجهة التي تقوم بالتعاقد هي كيماديا. وتتعاقد كيماديا بموجب القانون الموجود الحالي، تأخذ نسبة على هذه التعاقدات لأن هي شركة تمويل ذاتي تعود لها. نعم. كيماديا سمعتها دائما هي يعني مثار للانتقاد، وهذا ليس وليد اليوم، في كل أوقات. مهمة كيماديا مهمة جدا صعبة، تستورد بحدود الآن قللنا يعني عدد الأدوية اللي تستورد بحدود 625 دواء، وبحدود 15 إلى 20 ألف مستلزم طبي. هذا عدد الأجهزة الطبية. فمسؤوليتها مسؤولية كبيرة. طبعا بالتأكيد هناك ملفات فساد. بالتأكيد هناك بعض الأحيان خلل إداري، بعضها سوء إدارة. هذا الفساد قد يكون على مستوى موظفين وقد يكون على مستوى العقود. والفساد هو ليس فقط في كيماديا بل في بعض الشركات أيضا الموردة أيضا. خلال وجودنا خلال هالفترة بالوزارة وبناء على البرنامج الحكومي اللي من أهم ملفاته أيضا فاتني أن أذكرها، مكافحة الفساد، الرقابة المالية في أول أسبوع التقينا بنائب رئيس ديوان الرقابة المالية وطلبنا منه تدقيق كافة العقود، ونبدأ بعام 2022 نزولا، والآن إحنا منتظرين نتائج التدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية كون الجهة المعنية بتدقيق العقود. كل عقود الوزارة لو فقط لا كيماديا؟ لا كل عقود الوزارة، لكن سؤالك عن كيماديا. بلي احنا بالحقيقة ما عندنا عقود بالوزارة، عندنا كيماديا وعندنا كم عقد بالعيادات الشعبية، لكن معظم عقودنا هي عن طريق كيماديا. كذلك شكلنا لجنة من التدقيق الداخلي بالوزارة والتفتيش انه يجردوننا ايضا العقود ويصير تعاون بينهم وبين الرقابة المالية. سوينا تغييرات إدارية بكيماديا، سوينا نظام جديد لاستيراد الأدوية في كل سنة من السنوات، أنه تبدأ عملية الاستيرادات في الشهر الرابع، بالنتيجة تأخذ وقت، يتأخر وصول الأدوية. هالسنة بدينا بشهر الواحد، بدينا مبكرا، متابعة مستمرة، أنطينا المصانع الوطنية فرصة كبيرة هذه السنة وماشين أيضا إحنا. وتعرف المصانع الوطنية عملية التعاقد وياها يوفر لك جملة من الاعتبارات. أولا هي قريبة، المصنع تحت عينك تقدر تراقبه، إنتاج عراقي، إنتاج عراقي ينعش الاقتصاد، صح، يحرك عجلة الاقتصاد، توظيف أيضا ومكافحة بطالة، إضافة إلى التعامل بالدينار العراقي وبقاء العملة العراقية داخل العراق. وأمس كان عندنا اللقاء الأخير أو الملتقى الأخير لإعداد وثيقة توطين الصناعة الدوائية الأدوية والمستلزمات الطبية أيضا والأجهزة الطبية في فندق بابل بحضور الأخ وزير الصناعة و كافة أصحاب المصانع الوطنية، والسيد رئيس الوزراء شخصيا يتابع هذا الملف ومهتم باهتمام جدي، وقدم كشخص كرئيس وزراء ومجلس وزراء ووزارة صحة ووزارة صناعة كافة التسهيلات لتوطين الصناعة الدوائية. واحدة من أهم خطوات مكافحة الفساد في ملف الأدوية هو توطين الصناعة بالعراق. ممكن يصير بديل عن كيماديا؟ بالتأكيد، إذا تتوطن الصناعة في البلد وبعد 10 سنوات يصير عندنا إنتاج بحدود 90%، 95%، أنت تتخلى عن الاستيرادات. صح. أسعار الأدوية متفق عليها، معروفة، احتياجات الدوائر معروفة، قوائم الأدوية الداخلة في احتياجات المستشفيات معروفة، دوائر الصحة تتولى الاستيراد. تمام. والعملية واضحة وشفافة، والوزارة تكون كجهة مراقبة. جيد، مع الوزير وصلتنا إلى سؤال، هذا السؤال مرتبط بالأسعار الأدوية في الصيدليات، وهذا التفاوت طبعا، بالتالي هو العبء يعود على المواطن الفقير. يعني تروح للصيدلية تلقى سعر الشركة الفلانية من الأدوية كذا، من يسيطر على هذه؟ هذه فوضى حقيقية. الدواء في القطاع الخاص يشهد فوضى حقيقية. الاستيرادات غير مسيطرة عليها، كثير من الأدوية الموجودة في السوق هي أدوية
داخله هسه عن منافذ رسميه او منافذ غير رسميه بس داخله بشكل غير رسمي، يعني ما بيها اجازه استيراد. اجازه الاستيراد هي مو عمليه معقده، احنا الان نعطي اجازات استيراد مؤقته. ممكن اي مورد ادويه نعطيه اجازه استيراد مؤقته بس نقول له امشي بهذا الطريق. جيب الدواء من شركه مسجله بالعراق، سجل الادويه مالتك اذا مو مسجله بوزاره الصحه، نسهل لك عمليه التسجيل وفحصها مختبر الرقابه الدوائيه وروح بيع ايش قد ما كان. لكن اللي موجود بالسوق بكميات غير قليله هو داخل مو بهذه الطريقه. فبالنتيجه هذه الادويه، انا ما اقول هذه الادويه كلها غير فعاله، ما اقول هذه الادويه كلها غير امينه، لكنه غير مفحوصه داخل العراق. والدواء غير مفحوص داخل العراق طبعا بي مثار للشك صح. الى درجه ما. هذا الجانب الاول. الجانب الثاني عمليه تسعير الادويه. هناك برنامج في العيادات الشعبيه اتفاق مع مستثمر، وهذا الاتفاق هو لبرنامج تسعير وتتبع الدواء. شنو التسعير وشنو التتبع؟ في كل دواء المفروض بموجب قانون مزاوله مهنه الصيدله اي مورد او منتج لازم هو يضع، خلينا نقول، سعر الدواء على علبه الدواء. تمام. الاستيكر هو يخليه. صح. العيادات الشعبيه الان تفقد مثل ما قلت لحضرتك مع مستثمر انتجوا هذه الاستيكرات، فالمفروض توزع الى المنتجين والموردين، هذه الاولى. وهذا الاستيكر بي في باركود معين يسموه تتبع الدواء. تتبع الدواء شنو؟ هذا الدواء هل داخل بشكل رسمي او غير رسمي. وممكن لاي صيدلي وحتى اي مواطن عنده تليفون يخلي التليفون على يقرا الباركود، يقرا الباركود يشوف هذا رسمي او غير رسمي. هذا المشروع الان في مراحل الاخيره. دائرة العيادات الشعبية ونقابة الصيادلة الآن أكو بعض المفاوضات بينهم وبين النقابة، النقابة عندها مشروع مشابه، إن شاء الله يتم الاتفاق خلال الفترة القادمة حتى ينطلق المشروع. من يراقب يعني؟ هسه أنا مثلا صيدلية الفلانية قاعد تخرج لا باركود ولا شو تبيع للمواطنين، من دي يتابع؟ الآن الصيدليات الخاصة الجهة المعنية بالمراقبة بشكل رئيسي نقابة الصيادلة بالتنسيق مع دائرة التفتيش في وزارة الصحة. ولكنها بشكل غريب وعجيب طبعا مع الوزير، وبعض الاحيان يقال انه الطبيب بالعياده الخاصه يتفق مع الصيدليه اللي يكون تحته الا شرابها، واكو بالكتابه تراشيته ترميز معين. يعني نقابه الاطباء مشكوره اصدرت قبل فتره انه يجب ان تكون الوصفات واضحه ومطبوعه، وهذه ممارسات هي ممارسات غير قانونيه وباعتقادي لا اخلاقيه. تحدث عن اخلاقيات المهنه. صح. لا غير شيء عن اخلاقيات المهنه. لا تعتبر اخلاقيه عندما يتفق طبيب مع صيدلي على دواء معين تابع لشركه معينه على حساب المواطن، هذه بالتاكيد فهي ممارسات غير مقبوله من ناحيه اخلاقيات المهنه. ان شاء الله اذا المشروع مستقبلا والتتبع الدوائي وتسعير الادويه راح يقلل مع ثقافه المواطن، اعتقد الامور تمشي باتجاه صحيح. تحدثت لنا مع الوزير على العيادات، هناك اكو استحداث عيادات بالمناطق النائيه؟ نعم، احنا لحد الان 12 عياده شعبيه افتتحنا خلال هذه الفتره. ال 100 يوم؟ نعم. ممتاز. يعني كانت مرسومه لها. نعم. بعد اكو عندكم عيادات راح تفتح؟ نعم بالتاكيد. اكو دراسه جدوى. طبعا هذه العيادات هي ما تحقق الجدوى الاقتصاديه لكن تحقق جدوى خدمات الصحيه. خدمات صحيه. فبالنتيجه العيادات الشعبيه من مواردها تمام تصرف. بالنتيجه اذا قيمها لهذه العياده ما بيها جدوى اقتصادية لكنه مثل ما قلت لحضرتك بيها جدوى خدمات جدوى خدمات صحية. الآن في هذه المستشفى أيضا مشروع لفتح عيادة شعبية بعد الدوام الرسمي. في مدينة الطب تم فتح عيادة شعبية اشتغلت صار لها أسبوعين. اليوم أبلغت أنه أعداد المراجعين بيها بدوا يتجاوزون 20 مراجع باليوم. بيها خدمات إيكو، بيها خدمات سونار، بيها خدمات أشعة، بيها أطباء أخصائيين وبأسعار مو منافسة للقطاع الخاص. أقل كثيرا عن القطاع الخاص. الحين سبحان الله حديثك يستهزئني باسئله يعني بعيد عن الاعداد يعني. ضعف او رداءة بصراحه الواقع الصحي يعني انتم ما صار لكم 100 يوم او اكثر يعني. الواقع الصحي هذا المرير اهل المستشفيات الاهليه والاطباء ان يستغل المواطن العراقي. هناك سيطر على المستشفيات الاهليه جامعة. المستشفيات الخاصه هي الحقيقه تعمل بموجب قانون المؤسسات الصحية غير الحكومية والمؤسسات الأهلية وأيضا بإجازات من وزارة الصحة. ماكو مستشفى خاص الآن موجود في بغداد بالمحافظات ما عنده إجازة من وزارة الصحة، إذا ما عنده إجازة يغلق خلال
24 ساعة فكلها مجازة. وهذه المستشفيات الأهلية أيضا يعملون بها أطباء اختصاصيين على مستوى جيد. إحنا الآن في إعادة نظر لمعايير هذه المستشفيات. إحنا نريد من المستشفى الخاص ما يسمى بتكامل الخدمات. كل مستشفى لازم به الحد الأدنى من حزمة الخدمات الصحية اللي تقدم للمواطن. يعني ما يجوز تدخل مستشفى خاص يخلوك بسيارة يودوك المستشفى آخر يسوي لك فحص معين ويرجعوك. هذا غير مقبول بالمعايير الجديدة اللي إن شاء الله تنشر بالجريدة الرسمية. معاناة المواطنين من المستشفيات الخاصة هي الكلفة. الكلفة العالية. بعض المستشفيات كلفتها تكاد تكون مقبولة. وجزء من ذهاب المواطنين وتحدث بصراحة يعني وهذا نقد إلى وزارة الصحة. جزء من ذهاب المواطنين إلى القطاع الخاص هو سوء الخدمة بمؤسساتنا الحكومية. عندما تتحسن مؤسساتنا الحكومية أدويتنا تتوفر بشكل جيد، مستلزماتنا وضعنا يتحسن، موازنتنا تتحسن، أدائنا ككوادر يتحسن، بالتأكيد الناس تلجأ للمؤسسات الحكومية. مع الوزير شوف مدن طبية مثل مدينة الطب في المحافظات في المستقبل القريب على يعني الحكومة. هذا الموضوع شوي برؤية فنية. مو المهم زيادة عدد المستشفيات ولا المهم زيادة عدد الأسر، نوعية الخدمة، نوعية ووظيفة المستشفى. وظيفة المستشفى اليوم المستشفيات الجراحية المريض اللي كان يسوي عملية يبقى 7 أيام بالمستشفى، اليوم يبقى أقل من 7 ساعات. وظيفة المستشفى بدأت تتغير. فالمهم وظيفة المستشفى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، توفير التكنولوجيا الحديثة بالأخص في العمليات الجراحية. اليوم مثلا تحتاج أسرة بالكسور، المريض يبقى فترة، جراحة القلب المريض يبقى فترة، جراحة الجملة العصبية يبقى فترة، لكن بالجراحة العامة ما تحتاج، بالأذن والحنجرة ما تحتاج، بالعيون ما تحتاج. فتختلف شقد تحتاج أسرة أصبحت اليوم تختلف عما تفكر به قبل 10 أو 15 سنة. إحنا المهم فعالية ووظيفة المستشفى نخليها تشتغل بالاتجاه الصحيح. ما نحتاجه من المستشفيات الحقيقة هو إحلال مكان المستشفيات القديمة. المستشفى اليرموك، مستشفى الكرامة، مستشفى الكندي، في حالة إكمال المؤسسات الجديدة المؤسسات لازم تطلع خارج الخدمة تبنى مكانها مؤسسات جديدة. أعداد أسرة مثلا في بغداد لا نحتاج، مع ذلك عندنا 2450 سرير الآن تحت الإنشاء في بغداد. 2450. وعندنا أيضا رؤية وايضا مع عندنا فريق يشتغل مع العمانه العامه لمجلس الوزراء لمدينتين طبيتين جديدتين في بغداد تخصصيه، واحده في الكرخ وواحده في الرصافه. ممتاز. مع الوزير موضوع الاخلاء الطبي، يعني اكو ناس تشكو منها يقول احنا بدنا نقدم على الاخلاء الطبي ونتاخر وحالات حرجه، ممكن انسان يفقد حياته وما يطلع ما يخرجوا خارج العراق، وهذا هو مشروع انساني هو بالدرجه الاساس. شلون راح تكون عملية الإسراع بإنجاز هذا؟ الإخلاء الطبي هو المشروع بدأ في عام 2007 في حكومة سيد المالكي الأولى. واستمر المشروع. الآن أكو جزء من هذا المشروع يسمى الاستقدام الطبي. تجيب الفرق إلى داخل العراق. عندنا بالحلة الآن فريق موجود، عندنا في كربلاء الآن فريق موجود، عندنا بعض الفرق موجودة في مراكز العلاج الإشعاعي، وعندنا مستشفيات مؤهلة أيضا حكومية لاستخدام هذه الفرق في ابن سينا، وأيضا أكو إخلاء. الإخلاء أغلبه يصير لعمليات القلب المعقدة بالأخص للأطفال، خاصة الأطفال قليلي الوزن وحديثي الولادة. إحنا عندنا قناتين، قناة الخدمات السريعة اللي ما يتحملون المرضى ينتظرون حالات الحرجة، والحالات خلي أسميها الأقل خطورة الأقل حرجة. بعض الأحيان ومو دفاعا عن الإخلاء، أنا أيضا عندي ملاحظات كثيرة على الإخلاء، والتقيت راصد الجرائم طبعا، والتقيت بممثلي المستشفيات التركية والأردنية والهندية، تحدثت وياهم بمنتهى الصراحة. أكو آليات مو يشوفها الفساد فاسدة، وبكل وضوح حكينا وياهم بكل وضوح، وعندنا نية أيضا لتغييرات إدارية. هسه الرؤية خليناها، المنهاج الجديد خليناه، نريد ناس يطبقون هذا المنهاج ورؤية جديدة. عندنا أيضا تغييرات إدارية
بالإخلاء الطبي، وذاهبين باتجاه الاستخدام أكثر من الذهاب باتجاه الإخلاء الطبي. الاستخدام يحقق لنا أولاً كلفة أقل، ثانياً تدريب كوادرنا بشكل صحيح داخل البلد. شكراً معالي الوزير على هذه الإجابات الصريحة والوافية. نغادر إلى فاصل. مشاهدين الكرام، فاصل ومن ثم نتواصل مع هذا اللقاء الخاص. مشاهدينا الكرام، هذه هي عودة أخيرة والمقطع الأخير من لقائنا اليوم مع معالي وزير الصحة. معالي الوزير، يعني أثاروا قبل فترة بصراحة بالسوشيال ميديا بشكل كبير حول جرذان موجودة في إحدى المستشفيات، فأصبح ترند العراق. يعني رأيكم، يعني الإعلام مين ينتقي هذه، أو مو الإعلام فقط، بعض التواصل الاجتماعي؟ اولا فعلا اكو احتمال اكو هيج حالات، لكن ازدادت بصراحه. يعني شنو ازداد؟ ازدادت بانه اظهار هذا. نعم. يعني نعم. يعني ابرازه. نعم. وبالتاكيد عمليه النقد عمليه ايجابيه، وبالتاكيد رصد السلبيات ايضا ايجابي، وطريقه رصد الايجابيات تعتمد على الشخص الذي يرصد هذه الايجابيات والطريقه التي يفضل ان يسوقها. قسم يتصل بالمسؤول مباشرة أو بالجهات المعنية بالوزارة، يقول لهم يا بتراكو السلبية الفلانية وهذا الفيديو وأنا شفته بالمؤسسة الفلانية، وأتمنى من عندكم أو مو أتمنى من عندكم، ما أجبكم أنه تتخذون إجراءات. صح. هذه طريقة. تمام. وطريقة أخرى مثلا تنشر على السوشيال ميديا وتصير بها فد مناشدة، والمناشدة مثلا بها تراجيدية وغيرها، كثير منها صحيح. كثير منها صحيح بغض النظر عن الطريقة، وقسم منها غير صحيح. سأعطيك مثلين. المثل اللي تحدثت به عن الجرذان، أنا اتصلت بالمدير العام، أنا شخصيا اتصلت بالمدير العام. بناية قديمة لأجهزة في بناية كرفانية، وبناء على توجيهات الدفاع المدني أنه هاي البناية الكرفانية تتوقف عن العمل، وذلك لمخاطر الاحتراق لأنه مواد قابلة للاشتعال. وبالنتيجة كان خلال فترة نقل هذه الأجهزة إلى ردها أخرى تم رصد هذا الفيديو. ولو لاحظت، أنا لاحظت ودققت، الأسرة فارغة، لكنه كان أكو جهاز يشتغل. الجهاز اللي يشتغل معناته أكو مريض. من تشوف الجو مال هذه الردهة، هذه الردهة لا تصلح أن يكون بها مريض. نتحللها. تمام. لكن مع ذلك اتصلنا وشفنا رأي المدير العام بالموضوع. بعضها لا بها وجهة نظر، بعضها بها حق. ونتابعها ونأخذ إجراءات عليها بغض النظر عن الطريقة التي تعرض فيها. في هذه المستشفى كانت مناشدة لأحد المرضى انه اخذ تحكي تقول ما يقبلون يسووا له عمليه، طردوا الاطباء والى اخره. وتقرير لي اجى من المستشفى، وارسلنا فريق ايضا من الوزاره يتاكد من الحاله، هو مريض راقد بالمستشفى. قرار الاطباء انه تؤجل العمليه لعدم امكانيه تحمل التخدير في هذا الوقت، وبالتالي لازم يعالج من نزله صدريه ويتم السيطره على الضغط. وبعدها علما انه الحاله هي حاله بارده وليست حاله طارئه، لكنه صارت المناشده بشكل انه اهمال وغيره. المهم احنا واجبنا انه نتعامل مع هذا الرصد بغض النظر عن الطريقه. تمام. ونرحب ايضا في كل سلبيات، وتوصلنا ترى بالمناسبه سلبيات سواء لي شخصيا سواء الى المسؤولين بالوزاره، بعضها مكتوبه. طب ما تسوون تعاون بعدين ويا الفضائيه
إذا طلعت سلبيات ما تتعاود بعدين يعني. لا شوف هذا موضوع لا, لا. لا الإعلام له دور ودور الإعلام هو أيضا إبراز السلبيات لكن إبراز السلبيات بهدف الإصلاح أكيد وهذا الهدف الأساسي. أحسنتم مع الوزير. أكيد عندكم تحديات يعني خلال هالمئة يوم. أنا أتحدث على المئة يوم يعني هذه الأيام ما تحسب عندنا بالإعلام. مئة يوم هو هذا ما أنتم يعني جبرتوا نفسكم عليه. هذا المئة يوم رح ننتج كذا ورح نعمل كذا ورح. أكيد أكو تحديات. أنتم عملتوا على فتح عيادات عادة تأهيل. شنو التحديات اللي واقفتكم؟ هي كثير من التحديات. التحدي الأول أنه هو كيفية تفعيل المؤسسات الصحية في هذه البنايات القديمة. التحدي الثاني هو تحديث الأجهزة الطبية الموجودة في مؤسساتنا الصحية وتحديث صالات العمليات. احنا عندنا يعني صالات العمليات بالآلاف لم تجرى عليها صيانة لسنوات طويلة وهذه يحتاج لها ثورة تكنولوجية. طبعا هذا أحد برامجنا اللي إن شاء الله نمشي بيها. ننتظر الموازنة حتى نشوف إيش قد مخصصنا بالموازنة على هذا الباب حتى نمشي بها. التحدي الآخر هو توفير الأدوية والمستلزمات الطبية. التحدي الآخر الجانب المهني تطوير العاملين تطوير كفاءاتهم وأيضا اللي هو هيكلية وزارة الصحة المتعلقة بالموارد البشرية. عندكم إشكالية طبعا مع الوزير. السؤال بصراحة يعني حتى نستثمر الوقت في البرنامج قبل أن ينفذ. الموازنة أنتم ما أعرف محددين مبلغ معين من ضمن الموازنة العامة كميزانية لوزارتكم, وهل هناك فرق ما بين وزارات الصحة على أقل تقدير في دول الجوار؟ يعني سؤال جدا مهم. أنا من جيت إلى وزارة الصحة الأخوة اللي يعدون الموازنة وأيضا الكادر المتقدم بوزارة الصحة طلبت منهم أن نغير فلسفة الحديث عن الموازنة. إحنا ما نقول موازنة وزارة الصحة هل قد تريليون, ولا نقول موازنة وزارة الصحة تمثل هل قد نسبة من الموازنة العامة. نحسب الموازنة إيش قد للمواطن بالسنة, إيش قد للمواطن بالسنة. في 2021 22 ماكو موازنة تدري كان بحدود 6 تريليون وشوية للمواطن. من تقسمها على 40 مليون يطلع لكل مواطن 150 ألف دينار بالسنة. نص رواتب بقى 75 ألف دينار. 75 تقسمها على 12 6000 وشوية. 6000 بها الدواء وبها التغذية وبها التنظيف وبها المختبر وبها الأشعة وبها وبها وبها. لا تفي بمتطلبات 10 إلى 20% من الاحتياجات الصحية. كموازنة. كموازنة. تحدث لك على 21. احنا نطمح ان تكون الموازنة حتى نكون واقعيين بحدود 300 دولار للمواطن بالسنة. 300 دولار بحدود هسه حاليا 400 ألف. 390 في 400 ألف. 400 ألف من تحسبها على 40 مليون 16 تريليون. 16 تريليون. هذا الحد الأدنى من الموازنة اللي تستطيع أن تنهض بها بواقع وزارة بحجم وزارة الصحة العراقية وبتحدياتها الكبيرة ومبوبة وفق ما ترتئيه وزارة الصحة. هل قد عندي مبلغ على تأهيل المستشفيات حيث يكفي إلى تأهيل المستشفيات؟ هل قد مبلغ للأدوية؟ هل قد للمستلزمات؟ هل قد للأجهزة؟ هل قد لتحديث الأجهزة؟ هل قد للمختبرات؟ هل قد لتغذية المرضى؟ وهكذا مبوبة. الموازنة طبعاً أعيد النظر بها الآن نتيجة تغيير سعر صرف الدولار. ننتظر إقرار الموازنة. وضعنا إحنا الآن برنامج يعني برنامج بموازنة متوقعة برنامج بموازنة أقل توقعاً والثنين نقدر أن نغير واقع الصحة عن عام 2022. واحد نقدر نغيرها بنسبة عالية واحد نقدر نغيرها بنسبة مقبولة. فتعتمد على الموازنة. دول الجوار الأردن هذه الدولة الفقيرة موازنة المواطن الواحد بين 400 إلى 500 دولار بالسنة. أما إذا تحدث عن الخليج ووصل القطر فقطر بالآلاف للمواطن بالسنة. فرق كبير بينهم شاسع جدا لا يمكن المقارنة. تعتمد لكنه إحنا أعتقد ب 300 دولار للمواطن بالسنة نقدر شوي نغير من الواقع الصحي بحيث يصبح ملموس ومرئي للمواطن. ممتاز. عملك بالوزارة مع الوزير وبكل صراحة هل هناك تدخلات للأحزاب بعملك كوزير؟ أتحدث بهاي المئة يوم. تدخلات تعرق العمل الوزارة ماكو. كإطار التنسيق الإطار. أتحدث عن كل الأحزاب. جيد. كلها. كتدخلات أتحدث لحد هذه اللحظة.
ما تحدث عن بعد ما ضامت بعد طبعا طبعا تحدث لحد هذا تدخلات تعرق العمل وزارة ماكو اكو تدخلات بسيطه تصير هنا وهناك لكنه تعرق العمل وزاره لحد الان لحد هذه اللحظه ماكو دعم اكو برلماني طبعا بالتاكيد احنا هذه الحكومه عندنا فرصه الفرصه الاولى السيد رئيس وزراء داعم لتوجهات الوزارات الخدميه وداعم الى الصحه وواضحة من ضمن اولوياته الفريق الحكومي متجانس مجلس النواب داعم لهذه الحكومه الكتل السياسيه تقريبا متفقة على برنامج وبرنامج سياسي وحكومي خاصة في ائتلاف إدارة الدولة ائتلاف إدارة الدولة فهذه فرصة جميل تعاون الوزارات يعني أنتم عملكم يحتاج إلى تعاون بعض الوزارات تكون هي ساند لعمل وزارة الصحة كيف تعاون الوزارات والله احنا نريد المالية فقط شلون المالية ياكم الباقيين كلهم سهلة يعني الأخ وزير داخلية تصير شغلة بأحد المستشفيات بالتليفون يحلها ممتاز يعني أشيدني الأخ عبد الأمير الشمري الأخ وزير تخطيط قضايا إدراج المشاريع مشاريع المتلكئة هو رئيس لجنة الأمر الديواني بالتليفون يحلها مرة مشكلة احتاجنا تدخل وزارة العدل بالتليفون حلت أكو حقيقة نوع من العمل المشترك في مجلس الوزراء شنو رسالتك إلى وزيرة المالية؟ والله رسالتي إلى وزيرة المالية مدير بالها على الصحة لا وضع الصحة زين بس تقول لك وضع الصحة زين يعني هي بدأت تقلل من موازنة أو ميزانية لا لا, لا 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 أنا ما أتحدث أنه وزيرة المالية هي المسؤولة أنه تقلل وتكثر لا هذه تحكمها عدة عوامل هسه أعيد النظر بالموازنة نتيجة رفع قيمة الدينار العراقي تخفيض سعر الدولار رفع قيمة الدينار العراقي لازم يعاد النظر بالموازنة تمام هذه تحكمها شقد صادرات النفط شقد الواردات الأخرى شقد النفقات تمام. العجز الديون الاستحقاقات الدولية لا تحكمها عدة عوامل يعني ما نحملها إلى وزارة المالية وحتى بالتأكيد بما أن أنت مع الوزير في مجلس الوزراء متى ترحل الموازنة إلى مجلس النواب أعتقد خلال أسبوعين القادمين تصل إلى مجلس الوزراء وتناقش بعد ذلك تتوقع بنت مرة باتفاق الجميع باعتقادي ماكو مشاكل كبيره ممكن ممتاز قضيه الاقليم والنفط اعتقد انحلت حلت انحلت الموازنه ممتاز المسائل الكبيره بالموازنه انحلت كلمه اخيره لمعالي وزير الصحه والله احنا في خدمه المواطن العراقي وجادين والحقيقه جادين ونعمل على مدار الساعه لرفع الواقع الصحي في العراق تطوير الواقع الصحي بالعراق لا نستطيع النهوض به كوزاره ما تحدث كوزارة هي البناية اللي في باب المعظمة تحدث كوزارة من الشمال إلى الجنوب إلا بتعاون المواطنين تعاون الإعلام وتعاون كافة فعاليات المجتمع المدني المسؤولية مسؤولية تضامنية الثقافة الصحية الوعي الصحي السلوك الصحي التعاون مع الكوادر الصحية وفي نفس الوقت أيضا هذه الرسالة لمنتسبينا في وزارة الصحة أيضا جزء من واجبهم بل واجبهم الأساسي هو التعاون مع المواطنين مع ذوي المرضى مع المرضى التواصل الإيجابي معهم تفهم مشاكلهم أعتقد ذا بهذه الروحية نعمل وفقط في وزارة الصحة في معظم مشاكلنا الخدمية ممكن أن تنحل مع الوزير طبعا شاكر على سعة صدرك أمانة يعني أجوبتك الصريحة انفتاحك على كل الأسئلة ما فرضت عليه محور معين خاصة في اللقاءات التلفزيونية نعرف المسؤولية يفرض محاور معينة أنا غادرت المحاور اللي عديتها بديت من خلال أجوبتك أضع أسئلة أخرى شاكر لك شاكر حضورك شكرا لوقتك شكرا جزيلا أشكرك إذا مشاهدينا الكرام في ختام هذا اللقاء الخاص شكرا جزيلا للجيش الأبيض في وزارة الصحة العاملين من أعلى الهرم إلى القاعدة بكل تأكيد القاعدة هي مساند حقيقي إلى وصول للهام بالتالي هذه الخدمة الجلية تقدم لكل مواطن عراقي مثل ما تفضل مع الوزير من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب هي خدمة جليلة علينا أن نتعاون ونتكاتف لإبراز ما يقدم لصالح المواطن العراقي في الختام تقبل تحيات كادر البرنامج وأنا معدو مقدم البرنامج حازم حرب في أمان الله وحفظه